Opera the King. Opera the King يتمتع بانتشار واسع وقوة تأثير كبير في الصين، ويرجع تاريخها إلى قرابة 200 سنة. خلال المسيرة الطويلة لتطورها، تشكلت لأوبرا ذا كينغ مجموعة من الحركات التمثيلية المختلفة، ومنها أن المجداف يمثل السفينة، ويقوم الممثلون بحركات صعود الدنيات العالية ونزول منها وفتح وإغلاق الباب وإلى آخره دون أي أداة مسرحية. تترك هذه الحركات انطباعات حقيقية وجذابة للمتفرجين رغم أنها مبالغات فنية. تنقسم أدوار أوبرا ذا كينغ إلى 4 أنواع: شن، دان، جين، تشو. ومكياج الشن والدان يشتمل على رسم الحواجب بالقلم ورفع الحواجب بالقلم ورسم حواف العيون بالقلم، ومكياج جين وتشو يشتمل على رسم ينتو، مثلا رسم التصميمات الحمراء على وجوه الرجال ذوي الأمانة والشجاعة، ورسم تصميمات البيضاء على وجوه الرجال الماكرين.